حبايبنا ويا حبايبنا. ولك ما تمشي يا عجل، ولك ما تمشي، والله ما بدي جرافه تطلع عليك. اسمع هالصاد راح ابقعه سيستم، انسى فيا كل نسوان الحاره عليه. متفقه وتتم، راح ابقعه جنزير اثير ادعت بدلتين ثلاثه يفرك بالعرض، واحده يمين واحده شمال. طب اسمع بس بدي اقول لك قصه. طيب. احنا هيك لا نعتبر سرقينه، يعني سرقه مش احنا اصلا لقيناه بالشارع لقي، صح؟ طبعا مش سرقه، بدنا نطمن ونكون الوضع 100%. خلنا نسال الشيخ وائل على الطابق. نروح نساله هسه عند الشيخ وائل؟ نتقله. بس يا زلمه هذا ما هو هسه بس روح وقف اقعد احكي معه ارغي معه، بحس حالي بفيلم الرساله. يا زلمه الرساله واتساب مت متكله، المهم انه يحكي لنا الطابق. تعال انت. طلع البدر علينا من تنيات الوداع. حموده وستي؟ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ألم أقل لكما أن لا تأتيا إلي قبل أن تتصلا بي؟ ويحك يا هذا. شو؟ أنا آسف بمزح يا شيخ. ما هو ما أنت دائما بتقولنا يا شيخ وائل تعالوا علي مروا تعالوا اشرب كاسة شاي أحكيكم حديث نحكي بالدين. وبعدين قلت لنا أنت تعالوا كمان بحفظكم قرآن بدل حياتكم هاي اللي تنهاركم بالتوارع فيها. فعشان هيك إحنا جايينك يا شيخ وائل، قصدينك بهالخدمة تشوف إذا بتفهم لنا فيها ولا لا. أنا وحمودة زلمة لقينا هذا البودي البسكليت مسوت بالشارع، فأخذنا يعني قلنا حرام نصلحه. ونتير نقدروا لهالولاد عتاعة نط ليرة ليرة بدل ما يمي بالتوارع. والأطفال حباب الله يا تيخ، تو مالك؟ وهنا المشكلة في هذا؟ عندك وقف، أنا بقول لك شو المشكلة. المشكلة إنه يعني هيك خايفين إنه هذا الحكي يكون حرام، يعني لأنه سرقة سرقة يعني، فأنت عارف السرقة حرام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن لقيتموها في الشارع فإنه حلال، ولكن أجدر بكما أن تسألا لمن هذه البسكليت. خلط المرة الدائم نتال، المهم أنت راحت يعني خلط يا اختكرا غلبتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ولكن في المرة القادمة لا تنسوا أن تتصل بي قبل أن تأتوا. معلمك مس قول قطع لنا كم من فرد للحد عامل ملوخية. يا سلام، ولك انت خايف علي يا زلمتي؟ هاتي تي اتفر بالتوي يا زلمة. ايش على اللي بيجي هسه بدك تتبع معي حتى الزين نستمسرها. شو هذا صاحب الشطر ولا الكل؟ اكتب اكتب. عناد بيك، هاي الشباب اللي طلبته. تفضلوا الشباب، ارتاحوا وقعدوا. نقعد؟ تفضلوا نقعد. والله يا سيدي، ثلاث ايام من بالله انه نقصت البسكليت هذا والبودي، مش انا اللي سلخته، هذا حمود الاولي قال لي عادي ما هي بالشارع. نعم يا حبيبي، انا ولا انت اللي قلت نصير ناجره ونسترزق منه؟ انا حمودة سيتي. شو موضوع بسكليت وما بسكليت؟ الموضوع اخطر من هيك بكثير، الموضوع خطير جدا، ركزوا معي. والله عرفت عرفت يا سيدي، يس. معناته اكيد يا حبيبي هاي قصة الجمعية اللي عملناها وما قبضناش ولا حدا. طب اقول لك وحياة كتاب الله وال114 سورة انه حمود اللي قال لي نعمل الطابق هذا. انا اللي قلت لك اسكت. يا زلمة شو جمعية ما جمعية؟ بقولكم ركزوا معي، شوية تركيز، شوية تركيز، ريلاكس، شوية تركيز. هذا وائل اللي عامل حاله الشيخ، عضو بجمعية ارهابية دولية. فاهمين يعني شو يعني جمعية ارهابية؟ طبعا طبعا يا سيدي. واحنا مراقبينه من زمان، واحنا على دراية انه ما له علاقة في الحارة كلها الا فيك وفيه. علشان هيك احنا بدنا اياكم تركزوا معه اكثر وتراقبوه وتتابعوه. لا يا سيدي لو سمحت، مدام هيك صحيح احنا عايشين بفقر وضرائب ومش عارف ايش، بس احنا الاردن عندنا خط احمر. وصحيح بنطلع بالبزقة بنفكرها بريزة، بس احنا بنسمحش لحدا يزود علينا بحب الوطن، يعني من الاخر عبلاطة يا بيك، احنا رواحنا في ضل الوطن. أنا بدي أعطيكم سماعات صغيرة ودقيقة، بدي تزرعوها عنده في البيت، مش مهم وين، في الصالون، في غرفة النوم، في أي مكان. متأكدوا تماماً إنه أنتوا في أمان مطلق، مش راح تنضروا أبداً. فاهمين؟ إحنا آسفين إن أخرناكم، كان في شوية انشغالات. سعيد أفندي خذ لي الشباب، أعطوا لي إياهم الأجهزة والسماعات، وديروا بالكم عليهم. شكراً. الله طول بعمرك يا سيدي. شكراً. مع السلامة. Thank you.
باسل، الأمور كلها تحت السيطرة يا سيدي. بأمان الله سيدي. ولك ولك انت كيف سكران هيك قاعد؟ ولك ما تسعى حالك اللي بجيلك بيغسلوا كلها قاعدين على القاعد. فعلا انك ما بتسعى حالك بدل ما تكون قدوه للشعب وللشباب بتقضي لي سكون. وانت شو دخلك فيه؟ ايه انت بتقول له شو دخلك؟ ولك انت ما بتعرف احنا شو بنشتغل؟ احنا بنشتغل بالتوجيه المعنوي، احنا شرطه سريه، فاي ما معنا مسدسات ولا اجهزه. شو بدكم فيه يا شباب؟ سكران ولا مش سكران؟ شو دخلكم فيه انت؟ شو دخلك انت؟ بلاش انقعك في السجن نقع، خليك تخمش تخميج. بكره بس اصحى والله الا يفجركم كتل. طب يلا 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 امشي امشي امشي. فجرنا ولك احنا مالك نسيت احنا وين لازم نبقى؟ يلا يلا امشي، انت رجع لك. ترى انا بقيت مع المعاون معاهم، راح اورجيك هذا السكر كيف. إنها المولات والعياذ بالله مكان مليء بالكفرة والزنادق، مكان يسمح فيها الاختلاط. اللهم دمر المولات تدمير شديد. اللهم آمين يا رب العالمين. والله فعلا إنه هذول المولات شو هالموضة هاي الجديدة يا شيخ وائل، الله يتوب علينا ويتوب عليهم من هالقصص هاي. يعني فعلا هذول كلهم جهنم وبئس المصير. بس يا شيخ وائل بدك الصحيح، انا كوجهه نظري انت طلعت بتسلي اكثر من 3 لتر كمرة وكيت بدر عين تمت. ويحك. بمزح معك، كلامك صح يا شيخ، احنا لازم ندمرهم، بس احكي لنا كيف بدنا نقضي عليهم هذولا. مدموزيل علا، ترى احنا ما بنصدق انا وزلمه التتي واحنا نقعد معك جد. يا علي عليكم اسكاكم انتم، بس ما حكيتوا لي ليش تاخرتوا. ترى بدي اقول لك شغله، اقسم بالله العظيم من امبارح وانا نايم بهاي اللبسه بتخت ومستني امتى اشوفك، بس الحق كله على السيتي. يم عبيتني على السريع ابو حديد. مالنا كيف ابو حديد؟ ارحم حالك نيدو. ترى انا ماخذ 4 بطولات شطرنج. ما شاء الله. اسمعي ترديش علي دموزيل علا، انا قسما بالله من حوالي 3 أيام وأنا قاعد رايح يمين شمال يمين شمال بخابط بلم المصاري تبعون الجمعية للحجة، وهاي الجمعية مش حيلا ما يلا. ها جمعية بس على الله تكون محرزة. ايه تو محردة، بقول لك كل نسوان الحارة حتى أم خليل اللي باخر الحارة مشتركة فيها، 1500 ليرة كل آخر دهر دي تبع فخني. تخيلي 1500 ليرة بت، ولك هدول بصرفهم بيومين بسفر على تركيا. يعني بعرف يا مدمدل علا انت وضعك، يعني ما شاء الله سيارتك اقليتي حقها ابتر قديت. صلي على النبي، اذا بطقعت غين انسى، هسه بجوز بنكتي وانت مروحه. لا يا غرامي انا ببقع غين. لا سلامه خيرك بت. طيب طيب شباب، طب شو صار بالعصير الليله ولا كيف؟ مش فاهم. فاهم ابو حميد، هون هدول العطير، تعال هات. صار له ساعه بخمس بالصاله. كيفك؟ مال صوتك؟ أيوة عصير برتقال هون. أيوة هذا. طيب كمان. طيب لا تخاف أنا ربع ساعة وبكون عندك. طيب طيب اهدي أنت، هيني جاي. سلام. شو مالك يا دموزيل علا؟ خير؟ هيك حسيت هيك مش ولا بنت. شباب أنا لازم أقوم، صاحبتي أبوها بالمستشفى ولازم أوقف جنبها. شو بتقولي؟ سلام. طب يلا قوم خلينا نروح معاها. لا 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 وين تروحوا؟ أنا بحكي معاكم بطمنكم أوكي؟ بس أنا لازم أروح أوقف جنبها. لا حول الله، خلص دايما بدك. أي شيء بدك إياه تفلوناتها. أكيد أكيد تفلونات، أنتوا اشربوا العصير تاعكم. الله يسعدك. والحساب واصل على كل حال. لا 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 أنا خلص ما راح أشرب. والله ما راح أشرب. دايما هي يعني الشبع يا دموزيل علا بتتحاسبي عنه. يعني هاي من أول مرة. بس ورحمة بابا. إذا ما قبلتوا لأزرع. خلص. الله يرحمه. اسمعي. تلفونات اكيد اكيد اكيد. طمنينا شو بصير. يلا باي باي. مع السلامة. السلام عليكم. شو يا حمود ما حكتش معك الدموزيل علا هاي؟ والله ما لحكت ولا رنت، والله انا قلقان عليها. داري يا رجل. دقيقة بنت حلال. الو شو انت شكلك فوقينا هون ولا هون؟ قاعد لسه بحكي انا وسكت عليكي. خير شو مالك؟ ليش هيك صوتك؟ لا 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 لا. طيب لا لا اكيد اكيد. يعني ساعة زمن ساعتين زمن بنكون عندك. توكل على الله توكل على الله. يلا ماشي. يلا مع السلامة.
هلا. شو خير؟ طمني، شو مالك؟ قلقتني انت يا رجل. يا زلمه خاف عقل امها، مسكين هذا ابو تحبيتها مريض وماكل هوا وشكله الزلمه راح يموت، وقالت لي لاقوني على الستة، ستة ونص بنفس الكافيه. اوه شعرته لو عيونه لو كيف؟ انسي على البيج بن، ما تأخرناش عليك. شاب نهفي ترى، ومغني قديم من 73. مدمدة العلا صراحة. أنا والدلمة التتي كثير مشتاق لك. وأنا كمان كثير اشتقت لكم. من البوز السبع متر طاقيته مبين قديش انسي مقطع حالك تشوفينا. حبيبي تتي حمودة مشتاق لكم مبين عليك. أنا كثير متضايقة على صاحبتي. خير؟ صحيح. شو مالها؟ ما سألناك إيش إحنا، شو صار الموضوع؟ شو صار معك؟ صاحبتي كتير حدا فقير، أبوها دخل على المستشفى ولازم يعمل عملية. طب والله جد خلينا نشوف بالكل، يعني نشوف حدا، يعني مين كيف نساعدك؟ قولي لي إحنا شو حدا. يعني هو في حل بس أنا مستحية أحكي لكم إياه. بنقول لك يا بنت الناس احكي، شو من وجهك تستحي منا إحنا؟ شو مالك؟ طيب يا ستي شو رأيك تجيب لي مصاري الجمعية اللي عند أهلك الألف دينار، وتوقف هاي الساعة 2500 دينار سعر، وأنا يومين ثلاثة بيكونوا الألف دينار معك، بس يفك كل البنك البلوك على الكريدت تبعي. قسما بالله إنها فكرة من الآخر. شو مالك صفنت يا زلمة؟ شو مالك؟ قوم حرك اعمل إتيك كويت. طب خلاص خلاص، أنا هسا خلني أروح على الدار الرماح، بروح بس ناولهم بنفس التاكسي وبضلني راجع. يلا تريح تريح. نحن خدمة الوجوه الطيبة يا دمزرع، المهم تفرديها، ما تظلك ايش بوزيت زي هيك. شكرا كثير كثير. تريح تريح، معك مصاري؟ معي. خلص خليها. ترى اسمعي بدي اقول لك تغلب. صحيح دلمة التتي رخيط وعلى قد الردل، بس والله بيطلع منه مرات مواقف بتخزي كمان، أكثر من اللي عمله. تفضلي يا دمزرع، إن شاء الله إني ما أكون تأخرت عليك. انا عارفه كيف بدي اشكرك ولا شو بدي احكي لك. يا شيخه شو مالك انت؟ ترى احنا اللي بيننا اكبر من هيك يا دمزمزيل علا. طيب انا كثير كثير مستعجله ولازم اروح، ان شاء الله اني الح وهي الساعه. بديروا بالكم عليها، غالي علي كثير، عشان الحساب شباب واصل. لا يا حبيبي انا بدي اعمل اللي براسي. بعدين مالك؟ ما هي صار اسبوع بنرن عليها والتليفون ما بتردش، ومره مغلق. شو مالك يا رجل؟ يا حبيبي يا عدس، هينا اشرب. اسمع انا لازم اتاكد من هالشغله. قوم معي، قوم ولك بدك تخرب بيتي، ولك قوم مهلك ميلك. وهي الساعه اللي قلت لك عنها عن ابو فيصل، هي خاصه لانه هاي الاصليه شيء مش حي الله، بدي ابيعها شكلي واخلص منها، بس شوف لي يعني قديش سويتها. هات خلينا نشوف. يا زلمه انت والله اقول لك ترى اللي هون طندره مت. ما قالت لك 2500 ليره بتسوى اصليه يا حبيبي؟ تو تفكر حي الله. ها بشر عم فيصل، يعني بتجيب لنا. اصبر على رزقك. يلا يلا سيدي، يلا خذ راحتك. هيك الاطلب. عمي هاي بين العشرة والعشرين. عشرة وعشرين؟ هسا 20 دينار. 20 دينار. هسا هاي الأصلية. الأصلية صحيح تسوى 4000. لكن هذه تقليد عمي. تنباع بين العشرة والعشرين دينار. الله يخرب. انت ولك انت خربت بيتي. انا شو دخلني؟ انا مش عارف، انا بدي اروح انا بحالي هسه. انا شو بدي احكي لامي؟ ولا 1000 ليره وين بدي اجيبها انا هسه؟ عرفت انها رح تشتغل علينا وانت مثل ما بطل قدامي. انا هسه رح اقطعك برا قدامي. الساعه ما بفصل الساعه 1500. ولك اقول لك هاي جوز اختي رمى اختي عندنا بالدار، صار لها 4 ايام 5 ايام بقول لها بامبرز ما فيش، حليب ما فيش، فك عني يعني. وبدك الطحيح احتني تعملوا انه رمى سهل على الطابق. رياض اجا وائل، هذا شو بده؟ انا عارف عنه. السلام عليكم. اهلين اهلين اهلين. لك وينك حموده؟ وينها؟ ليكني حبيبي خير، شو بدك اجيتنا؟ الله يسامحك، وانا جايب لك شغل وجاي، مو قلت لي عم بتدور على شغل؟ ايه طنيب على اجرك ابوسا. ها ايني جبت لك شغله مرستكه فيها مليون ورقه. ايه قوم روح البس طقم وتعال. يلا ايه. شو اقوم ما بقوم ولا بتحرك الا لما تقول لي شو الشغله. لك شغلة مرستك تنبسط لك يوم زمان وبتاخد لك 2000 ورقة. ول شو انت بدك تشغله بالمخدرات؟ لك مخدرات شو انت التاني تف من تمه؟ المخدرات لك شغلة هيك فيها عسل و2000 ورقة. طب شو هي؟ لك قوم البوس يا عمي. لك قل لي اول شيء شو هي؟
راح اقول لك هذا الزلمه تبعي إيه؟ صاحبي يعني ايه بمون عليه وبمون عليه إيه؟ انت بدك تقول لنا قصه حياتك بمون عليه وبمون عليه لخص سوال قول لنا شو الطابق اوه طيب إيه؟ المهم هذا الزلمه طلق مرته 3 مرات ما بيصير يرجعها فهمت علي؟ ايه بقى عم بيدور على واحد هيك درويش على باب الله يتجو يعني يكتب كتابه عليها إيه؟ هيك يوم زمان وتاني يوم يطلقها وياخذ 2000 ورقه وهذا ابن الحلال والدرويش انا ايوه هذا يعني بدي اعمل زي ابو عصام بباب الحاره يا عيني عليك لا من شاف ولا من دري 5 دقائق 10 بالكتير بكون رايح لابس وجاهز ومتمكيش كمان شلون انا معك اضوي شو 5 دقائق وانت الاضوي لانفخ عينك هسه انت الثاني اسمع. شو مالك انا رجل طاولة هان يا حبيبي لو اني عصيت الكلاب انت اسوى ستي تدخلت بالطابق لقطع رجلي على وجهك فاهم شو بحكي لك وانت لك يقبرني ربك شو بحبك حبيبي بوس روحك حياتي 5 دقائق يلا لا تاخر يلا ولا انا يا خريب يا لعيب لك شو عم بتمتم؟ ولك انا شو بتمتم انت الثاني؟ بقول يعني ان شاء الله الله يوفق مين بنجمع راسين بالحلال يعني. انا كمان خلني اروح ايش؟ البس له لاخوي حموده. يلا لا تاخر، هيني ناطركم. بدي اعمل خير شو بدي ساوي؟ الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا سيدي الشيخ. الله يبارك فيك. ترى جايب لك زلمه مستعمل نظيف، انسى. اه. هي وين الكليرة؟ آه الثانية بكرة بتاخدها بس تطلق توكل الله بس زي ما اتفقنا كل واحد بنام بغرفة ماشي خلص توكل الله تسهل؟ تسهل يا إن شاء الله ألف مبروك سيدي ألف مبروك حبيبي الله يبارك فيك مبارك يا عريس تلام يا دلمتي بالهنا إن شاء الله تلام يسعد الله أنا أمي ترى اليوم الطبح دعت لي دعوة قالت لي روح أنت الله بتتعتر بكنز وتعثرت مش بكنز تعثرت بإشي بجوهرة تعرف شو يعني جوهرة ترى بدي أحكي لك شغلة بدون ما تزعل مني أنا مش عارف كيف هذا الطبل كنت مغديته كيف طلقك مش شايف فيش العيون ليش أنا عارفة ليش مين قالك هو زلمة زلمة هاد الله يعرفه والله ما هو زلمة هذا غنمة تعرف شو الغنمة يعني غنمة على هودك على هودك وين هاي شو في شو في في والله في ما في غير نفسي اقول لك تريلا تجيبك 700 شقفه انت تتدخلش وسكر ثمك من هسه بقول لك استاذ امين انا بدي اقول لك على شغله يعني شو بدك تقول انا هيني بدي اقول لك من هيني بدي اقول لك يا حبيبي انا خايف تفهمني صح ترى بس اسمع انت عشانك زلم محترم ورجل انا واقف بظهرك وانا بحبك شو قصدك شو قصدي سلامه خيرك انت سيدي فهميني استاذ امين يعني انا مش عارف شو بدي اقول لك بس اسمعني انا زلم زقرت ومعروف بعمان كلها على سن رمح السيتي بهز كل عمان هز فعشان هيك تقلقش يعني انا معك يا استاذ امين اقلق على شو قصد ما هو ما يكون قصدك اللي بالي بالك لكن ما بحسب الله ما خلقه ما قصده شيء ولك انت ميلت ميلك ولك انت مثل بوز الاخص بحياتي من يوم شفتك انا يا زلمه انت شو جابك عنا يا زلمه انت شو بدك مني يا زلمه ولك ما انا كان لا لا ما عليك انا يا استاذ اسمع انا بس كل اللي قصدي فيه كان اني ارمي لي كلمتين خير واحكي اللي يعني فيما يرضي الله بس ايه قصده ايوه بس خلص توكلوا على الله انتوا يلا يلا لك شبك يا ستي شبك قطعت انت يا حمود اذا ما بقلبها عامص على عينيك ما ببقاش الستي طب تو رايك عروت نفوت هيك نريح شوي انا ترى من الصبح تعبان ومش قادر اوقف رجلي نفوت يتعد الله التكوت علامه الرضا تفضلي على اول غرفه على رابع دخل ايدك اليمين تفضلي والكوي يتعد الله هاتو هذا انا كاين عايت بدريبه حمير شو زريبه حمير زريبه بقر كول يا حبيبي كول بدي اياك تضلك هيك قوي وتضلك تقوى وتقوى يسعد الله بتعرف يا غدير جد بحكي يعني انا شفت كثير حلوات بس حلوات وانا بعرف الحلوات لقيمات بس ما مرق علي دقيق يسعد ربك كول يا حبيبي من اول من ولدت ما اكلت بيوم واحد 6 موزات انك هي 19 10 يا حبيبي صار حبيبتي انت وتقولي كاين عايش بحاوية اخر الحارة انا عارف والله ليلتك مباركة يا عريس على راسي يا بول
يا غالي. هلا بالسيدي. زلمتي واخوي وكفاءة، شو صار معك؟ جبت الغرض؟ قلت لك يا مان، طخاخه زي ما بدك بشحم بلادها وحياتك. فيها طلق دير بالك. يا زلمة، بس أهم إشي إيش؟ تبقى نظيفة. أنا بفهمش إني هذول سلاح، بس هو الزلمة غاوي هيك قصص، يعني إذا عجبوه شحم بلاده 100%. هذا اللي بدي إياه، لأنه الزلمة هذا إيش؟ بحب يجمع قصص ودفيع بكيش، يعني إيش؟ شندي بندي. مش تجيب لنا قصة يا ستي؟ شو أجيب لك قصة؟ أنا طالع بدي أعرض فيها. بقول لك نقلبها ونسترزق أنا وياك ونطلع لنا قرشين حلال هيك براني. زلمتي أنت. خير. وأنا بطولش عليك فيها. السلام عليكم. تجيبها أنت اليوم؟ خلص إحنا اليوم نطلع نبارك له حبيبي يا بول. على راسي. بناتنا ألوهات. مرحبا يا حبيبي. شو حبيبي وينه؟ لك شو لسه ما لبسه؟ يا زلمة أنا دقيقتين، إحنا بدنا نروح نبارك لأخوي، بلكي مرقنا أخذنا له كيلو قوانص، كيلو كبدة، سروج مشوي. يلا. يلا جاييك. هوا. نيالك يا حمودة. سبحان الله. حتى الموز من ايدك طعمه، اقول لك شفت موزة الخروف؟ والله هاي ازكى منها طلع. حبيبتي بتعرفي انا وين كنت حاسس حالي عايش؟ وين؟ بإشي مربع هيك فضي، بتعرفيه؟ لا. الحاوية. جد قبل ما اشوفك كنت حاسس. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم غز ابرة. شو دخلكم هيك على الدار؟ لا جرس ولا بطيخ، هي الدور معنا حرمات؟ نعم يا روحي، حرمات شو؟ شو حرمات شو؟ حبيبتي أمونة، فتي عمري جوا خليني أتفاهم معهم وهلا بجي لك. شو حرمات إيش؟ ولا هاي الدار داري. دار دارك؟ هاي دار حبيبتي، كمان كلمة زيادة بحكي مع الشرطة بخليهم يجوا يشحطوك من سكسوكتك. لا يا حمودة، الزلمة مبارح أعطاك 1000 ورقة، واليوم بده يعطيك 1000 ورقة، وقال لي بده يعطيك فوقهم 500 ورقة. الله يوفقك أنت الثاني. بدي أقول لك شغلة، لا بدي 1000 ولا بدي 2000 ولا بدي 5، وهي الألف اللي أعطاني إياهم مبارح بالجاكيت، خذوهم وانقلعوا برا. أداك العين. لا يا عمي لا. هذا الحكي كله ما بيصير يا حمودة، بعدين هاي القصة مش مزحة، يعني هاي القصة فيها موضوع شرف ومش شرف. سد حالقك انت، لا تتدخل. شرف انت انت انت، ما انت لو انك محلي ما انت طارت من رات امك لما شفته اجى قال لي، قلت يا ريتني انا مكانه، خصوصا بعد ما شفت هالقمر. ايه انت بعدين، هذا بدي افهمك شغله، هذا بمد ايده عليها وبخونها. ايه ترى انت هسه بذبحك وبسيح دمك. ولا اخت خليني شوف. لا معقول. لا يا حمودة. انت معقول انت معقول بتعملها؟ لا يا حمودة. شو انت جبتها مشان تبيض لي وشي؟ يا زلمة شو انت، قالوا لك عني سطل دهان انت الثاني ولا علبة بوندر شو اسمه يا عمري؟ باودر. يسعد الله، هذا الصبح شفيت منه شفة اشي انسى مع كاسة مي. يلا انا برأيي لو تسمع مني وتكبر راسك انا برأيي تاخذ لك الـ2000 ورقة زيادة ابمون عليه. انا برأيي تنقلع برا. عمر مين؟ ولك شو عملت يا مجنون؟ لا يا استاذ امين، الله يخرب بيتك على العمل، وكيف طخيته للزلمه؟ يا زلمه انت اكلب منك. الله اكبر، ان شاء الله الف مبروك سيدي، ان شاء الله الف مبروك. ولك حمار انت، ولك والله انك حمار، ولك ليش كعملت؟ ولك متفق انا وياها احكي هيك قدامك ومعطيتني 4000 ليره عشان احكيك، بدي تشوف اذا انت يا طبل يا حمار بتغار عليها وبتحبها يا ولا يا انا نفسي اعرف كيف هذا جدك رضو باص القري حمله معه هذول الاغراض كلها. وانا مين يقدر يقول لي لا ما يحمل اغراضي؟ انا ابو حميته اشهر من نار علم بالقريه. شد برغيك انت وياه ولا عليكم ارخاكو. لا تسالني كيف سمع، انا بعرف انه ما بسمع من بعيد، يعني امي ما بتنادي ابوي غير يا ابن الاطرم. اسمع انا فك عني هسه، بدخل معك الاغراض وبقول يا سمير فكنا. اذا ما ظنتك انت مخ ما في، ولك هذا جدي مليونير، تعرفته مليونير، عنده اراضي وعنده غنم وعنده حمير وعنده بقر، انت هسه خلنا نطلع لنا منه بكم ليره هيك طفتت العمله معك. طلع قديت انت جدو مش قلت لنا بدك تعطينا مصاري انا والستي لما شفناك في المجمع؟ شو ماله مجمع؟ قلت لنا بدك تعطينا مطاري بالمجمع لما نحمل لك اغراضك ونوصلهم لهون. بدكم مصاري؟ مشان الله يا حج، ولك اقول لك داخل على ثوبك انا. والله انا من مرتاح لك يا صاحب ولد ولدي. طيب شو مصاري؟ يا جدو ابشر يا ولد ولدي.
والله يسعدك. والله انا الخير بوجهك يا حج. الدومه في الديو 4. ايه بس بشرط احنا موافقين قبل ما تحكي الشرط. بس مو تصير تموزط انت وصاحبك؟ لا ما من موزط. طيب طلع علي ولد ولدي. شايف الحوش هذا؟ شايفه تقول خرابه؟ ودي يا يلمع لمع يوج وج. كل المولات ما راح تكون لمعتها دي لمعة الحوت يا ددو. يلا قوم اذرف من وجه انت وياه. قوم اخس عليكم من جيل الكرياتين. يا يما ولك انا تبع اقعد انظف حواش دار يا حمود يا زلمه. ان شاء الله بعدين نايم يا صحيه يا زلمه. لك رجلي قعدت برقصوا. جدو غني له فيروز. لا جدو اسمه قوم. عم ابو حميدته خلي يعطينا عمله. اسمه قومه يا زلمه. اسمع الهادي الزلمه نايم. هذا زلمه كبير بالعمر. يلا جدو. ها اسم الله عليك. من فات الدار؟ ما حدا يا جدو ما حدا. هذا احنا خلصنا تنظيف. مش قلت لنا بس تخلص تنظيف تعالوا وانا بعطيكم عمله. مصاري يا عم ابو حميدته. طب بس هسه شو مصاري الليله؟ ما فيه عقاب الكولانك وطولته وخذيت وقت اكثر من اللازم. زين انا مروح يا عمي. انا خلص. لا 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 خلي صاحبك ينام عندك. انا بكره الصبح ان شاء الله اني غير اضبطكم بالمصاري. اكيد يا جدو. وليمكم الصباح رباح. يا هم لالي نايمين. ولك انا شلت. جدو يا جدي خير. شو في على 6 الصبح مصحي تقول احنا مداومين بالجيش؟ شو في يا عمي؟ وهل شو في وراك ما تصحى انت وياه؟ شو في وراك غير النوم؟ فيش ورانا شيء. احكي لحالك يعني ايش بدك منا؟ بعدين انت صحيح يا عمي شو صار بطابق العمله؟ امبارح قلت لنا نطفو الحكوره ونظفناها، والصبح بالليل قلت لنا الصبح بعطيكو. هاي صارت الدنيا الصبح. ما تعطينا يا عمي خلينا نشوف وجه ربنا. هذا انتو ودكم اياه، ودكم مصاري بدون ما تشتغلوا، ودكم خيبه لبي. طب شو العاد يا عمي؟ شو العاد؟ شو ضل فيها هي؟ يعني هو احنا يا جدي خدم عندك يعني كمان يعني هلكت بصراحه. لا خدم ولا شيء. ما ودكم مصاري؟ طبعا ولا بدنا طبعا مصاري. شو العاد؟ ما في مقابل؟ طب شو يا عمي؟ قلنا شو ضل؟ اسلكنا اي شيء. اسلكك هسه شو تسوي لي انت وصاحبك الهامل هذا؟ تلم الغسيل كله. طيب تمام. تغسله ودياي وجوج يا المعلمة. وبعد ما تخلص الغسيل تلف على الغرفه غرفه غرفه، تنظف وتشطف وتلمع وترتب. لا يا عمي والله انت شكلك مش مستحي علينا. ما انت مش عارف يعني ما احنا لو انه متجوزين والله اولادنا اطول منا. ما هم انا اقول لك شغله عمي، انا لا بدي مصاري ولا بدي هم. انا مروح حمود. ما القلق يلا درب اللي سد. لا يرد. لا لا بمزح يا جدي. خلص بدنا نشتغل هسه بنساوي كل شيء. تشتغلوا. كل انا داس للسوق. يلا وارجع واشوف طيبكم. زين توكل على الله. ماشي يلا. جدو يلا هلا حبيبي. شايف ددو داي الاولاد الصغار مقضيها 34 تاع نايم. اذا ان شاء الله صحيه يا زلمه. جدو شو نمت؟ كل شوي انت بتخطط غطه بتطلعت منها. هي احنا خلصنا كل شيء والامور تمام. خلصتوا؟ خلصنا غسيل وانسى وجوج الغسيلات طلعين. توبكم تخلصوا بدري والله من الصبح للمغرب. جدو انت هو كل ما احنا نيجي نعمل لك قصه تيجي بتقولنا من الصبح للمغرب ولازم تتمعنا محاضرة. مو عاجبك يعني؟ مو عاجبك انا يوم اني كنت بجيلك كنت وياي الهافي كنت اكل بلاد اكل ومقول اخ. طب شو يا عمي ابو حميدته؟ الخير بوجهك يا رجع. تفضحنيش قدامه، ترى هذا لسانه مترين ونط بفضحني بالحال. لا ما يهون اللي بيك يا ولد ولدي. الله يسعد قلبك. ودك مصاري ها؟ ان شاء الله يا عمي. ودك مصاري ها؟ انت وصاحبك ابشر. الله يسعدك. ابشر. أقول لك مكند أنت نط الأراضي المطار إله. حرك الجيب يا حج. أمسك يا ولد ولدي. أمسك يا صاحب ولد ولدي اللي ماني مرتاح لك. شو هذا هيك خلط يعني 10 قروش؟ إيه من عجباتك 10 قروش؟ لا من عجباتني العشر. أنت معطيني متروف على المدرتة؟ والله أسألك بالله يا حج
طقينا 10 قروش. ما تستحى السرف والفلاش اللي اكل جلد داي اكل. استحى السرف، انا يوم اني كنت بجيله كنت وياه قرشين، كنت اصرف واتبعزق ومسوي كل اموري ويفذ معي منها. طبعا هذا سنه 23 لما ايام من ولدت قرشين انسى يعني كانوا انت ان شاء الله. انا يعني قديم، انا قديم يا عمي. انت مش قال انت ددي اثري ما طلع لي عجباتك يا عمي، عجباتك ان شاء الله يا عمي. ما تكرمنا مالك يا عمي، انت بتوعد فينا من امبارح نازل طقع وعود. بقول لك الخير بوجهك يا رجال. زبطك هات هات انت يا فهمت يا عمي مالك. سعد ربك. طيب بقول لك بدو ما بهون عليه. طبعا انا عارف. قم قم شو يا عم اترف من وجهي. من تواجهت رزق انت ويانا انك ما ابردك جيل هافي. خلاص ولا يهمك يا زلمتي. يا سيدي ده الخرده بيحرز خلاص نجي من عينها انا والحموده. مالك يا رجل؟ كل ايه مالك؟ يلا سلام يا زلمه. شو سياره رامز هاي اللي عندها الحرسه؟ ولا كايب تعفر الزفت عفر قد ما هي قويه. ما شاء الله اصلوش يومين جايبها مدي الطياره تبعتنا واقع من هليكوبتر. يا زلمه مالك وانا بسب قاعد بقول لك هاي بتاكل الزفت اكل ولا كذا شيء مش مكاني هي. ايوه والله 100 ورده. شو هالسيارات النار هاي يا رامز؟ رامز تقوم تقوم معنا. يلا يلا روح. ها ولا اول رابع ولا انت مجنون؟ بقول لك السياره انسى نار. والله غريب صار لي يومين شاريها. والله ابو حميد اغلبك دفشه لو سمحت. ولا يهمك من دد. يا سلام معشك. شوف كيفك كيف دراستك؟ تمام الحمد لله. كيفك انت؟ طلع هالبنتين ما شاء الله مسكاهم بجننوا جنان. ولك مش بس بنتين انهم حلوات عادي. ولك بعدين ما حنشبس. شوف هذا ابو غالي انسى. اسمع يا بوي لو تعرف قديش نفسي بهذا الشيبس. صحة صحة مالك مروة. صحة صحة قولي انك نفسك بحبة هالشيبس. صحة صحة تفضلي. هاي مي ترى لا تظلميها. انا عارف على مين الحق. من مين السبب؟ معلش حقوا علينا. صحة وافي. يلا امشي امشي امشي. يعطيكوا العافية. وال ولك فعلا انك عجل. انت كيف قاعد تمشي هاي المشي هاي؟ ولك هاي ولا اقول لك واحد الحين بيمشي هاي. ولك انت تعس تعس شيخ مالك يا زلمه. ايه ولي زلمه ولي هيك وقعت الوقعه هاي. دار عنك. شو طلعك هالطلعه هاي يا زلمه؟ كيف بدي اتجوز هسه؟ الله لا يوفقك. ولك من عينك. ولك من عينك. الله من عيني يا زلمه. العافيه ظهري رجلي اصبع رجلي بده عجينه بده عجينه. والله بدك جراف تقومك. شوي 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 شوي. اخ ولك ولك شهيد. ولك شهيدك عني بكفيش اللي عملته فيي. ولك الله لا يوفقك. ولك شو عينك هاي؟ ولك دمرت العالم ودمرت صاحبك. الله لا يوفقك بعينك. ولك صلي على النبي قبل ما تحكي شيء مشان الله يا رجل. لا يا حبيبي انت كمان زودتها كمان. شو اللي بحسد هذا الطابق وطلعت لي فيه وحسد والقصص الطرم هاي؟ لا يا حبيبي هاي بجوز والعلم عند الله. شكلها ذيقة عين. ذيقة عين؟ اي والله والله لا ارجيك ذيقة العين على اصولها. شو حكيت يا حبيبي؟ بحكي الفقرة الستاعش عندي بجوز سحلة سحل على الآخر. ستي أقول لك شغلة يا عمي بس بدون زعل. لا يا أخوي مالك إحنا أخوان أنت عارف أضحك الصح. تفضل. ترى بيتك زبالة وكلياته غرفة ومطبخ والحمام مشترك بينك وبين كل الجيران وبنى قديم وأقول لك أثري زي وجهك. بحياة الله. طب سد ثمك يا حبيبي سد ثمك. هذا الدار اللي مش عاجبيتك يا حبيبي اللي بتقولي عنها ضيقة ومطبخ وحمام وأبصر إيش ولك هاي الخيل تصرح فيها صراحة. وبالنسبة للبودة القديم هذا والحكي اللي بتحكيه ولك لو خش عليها 30 جرافة بالبوكيتات تبعونها انسى توقع. بعد انت وانت ولك شوف هامك يا مودع. ما تروح تمشي تنصرف وانا قاعد بتناقش مع واحد جاهل. شوي شوي علي. الله اخ ولا هذا حسد حاله حسد. هذا لو انه بجوز عيون تعمل بحاله وقعد كلها. الله لا يردك. مالك ازمة حمار؟ ما تصحصح. طلع كيف انت طيب دي انا التايم؟
ايه؟ ولك اشتغلت اكلت وحياة امي اكلت طلع. اوه ولك كيف عملتها هاي؟ جد انت مش طبيعي. ولك خليها بالقلب تسطح ولا تطلع برا وتفضح. انت خشيم عنها البلد عنا هان. ولك مقبرة مقبرة للابداع. افهم علي. خيات خل نستفيد منك الاهل الحارة المسخمين. يعني ايش لله؟ ولك مشان الله ولك وانا قرهان. ولك ما انت عارفني عارفني. عارفني قلبي رهيف وبحب اساعد الناس. بس بدي اللي يوجهني يا حمودة. انا بوجهك انت مدامك هيك شاطر بالكهرباء انا بوجهك بس رد علي وما تناقشنيش ولا بحرف. قوم البس وامشي معي خليني اقول لك شو. استاذ وائل هذا الشعر ما وقف من قريب هذا لانه شاف تعاف. هذا قد ما تقعد كنت كاد كهرباء بالدمنات يعني متهدى حتى تار معلم. طبعا فهسا انت عشانك حبيبي واخوي كفاءة وائل انا حاب اخدمك والله خدمة لوجه الله تعالى. انت غريب الديار وانا بدير بلدك فخلص يعني احنا انت قديش بيطلع لك اصلا بالشهر كهرباء؟ اي شيء 30 40 ليره. قديش بيطلعوا مصاري ملاعين الحرسه؟ اه والله انا راح اظبطك. قول له قديش رح تطلع استاذ حموده؟ يعني اقل ايتي راح يروح من 15 ل 30 ليره دعتي وحده. هذول يستر عرضك ايدي بزناره دخيلك ودخيل منشر غسيلك زبط لي اياها. ولك منت علي وائل بس ما قديش تكتب؟ حاسب لي هون قديش؟ تكتك على الكفيف وتعال بما انك ولد مفكفك هيك ومتكتك يعني 70. لك يستر عرضك شو 70 ورقة؟ دخيلك زبط لي اياها. من 70 ورقة 70 ليرة ليرة تنتح ليرة دينار هاي اللي بالفاتورة. يستر عرضك والله ما معي 50 ورقة بيمشي. وانت علي وعي خلص من نعم تفضل. لك شو صار لها؟ اعطيني المفتاح رقم 7. مالك يا حمودة ما تصحصح معي. لا لا انا متعود على الكهرباء استاذ وائل ما تخافش علي. بتحن حاله تحن. ايوه ايوه جبت شاحنة اصلي مش تجاري تفكرني. لو 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 معلم بحاول اخليك تكون مبسوط بال يا ريت انك فالح بالشغل وتفتيح مخك زي ما انت فاتح بالاغاني. شو هذا يا زلمه هذا مفتاح السمسيون؟ أنا شو مفتاح السمسيون؟ انا غامق بالاغاني فالح. لا بدي اعطيني التروى. التروى هي اول حرف جيم. اخي زلمه هات هات بطل اطلعك معي انا على الورشات. امسك امسك اوه هيك تمام دبلي كفر التيك توك. تفضل مندوب. خلص هيك خلصنا باذن الله. ها شوف لي هيك ايه معلم معلم. لا 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 ما تخافش لساتها ترى حلوه من عند الحسين. تفتك بترقد تراب تقول لي حلوه بس عادي عادي خلص تعودت انا تاقلمت الكهرباء صارت طاقه ساكنه بجسمي. احنا جاهزين استاذ حمزه خل حاتبه. تفضل روح يا معلم حمدي حبيب القلب. احنا هيك نفقنا البرفتور دبط لك كليتي. وبالنسبه عشان انا اتجوزتني بطبع هاي الحلقه الايطالياني وانساني انا مسامعك ب 280 ليره. خلص 60 ليره بالوضع تمام. لسه رح بيطلع مني احلى من هيك. ما انا عارف يا زلمه انا بيطلع مني لسه انه يال من هيك بس حاسب هسه. طب والفاتوره بتنزل للنص يعني؟ بعد الكنتك اللي اكله ما اظنت في فاتوره. مالك رقصت اجدع من مايكل جاكسون على الساعه. هسه المهم ايش؟ اعطيني هسه 60 ليره والفاتوره انضربها القرد 3 ليرات ربع رح تطلع عليك. بد يعني اكيد هالحكي يا زلمه. شو احط لك ايدي على تريله مصاحف عشان تصدق؟ هات خلص خلطنا ما قلنا لك. اوه هذول ولا انت 100% دقيقه توف ما ضليتيش ما ضلش بدي اجيب اغراض للبيت. قلقت هواتي. نعيما يا حشم نعيما. هذا مين هذا بن جمال خالتي بسمعك. انتوا ظبطوا لي اموركم عشان الساعه مكتتب. طيب خلص بظبطكم كلكم. حبيبي ما قصرت والله يعطيكم العافيه. يا ابن الحلال افهم علي انا عشاني بحبك قاعد بنطحك وبقول لك هذا الحكي. يعني البروفيسور 4-5 دقائق بسوي لك العداد كل عدادات الحارة هو عملهم بس احنا موصين شغلة انه دير بالك حدا يجيب سيرة عشان ايش ما نتعبى وننحبس. صحيح صحيح معكم حق. اه بس طب كم تكلفنا القصة هذه انا؟ هاي يعني القصة شو بدها تكلفك عدم مواخذة انت محلك تجاري 40-50 ليرة. اوف يا زلمة على شو 40-50 ليرة صرت اوف يا زلمة. هذول الناس مش وجه نعمة ولا وجه انه الواحد يخدمهم. اما انت خليك الله لا يقيمك ضلك ادفع لهم فاتورة الكهرباء 200 ليرة وطالع وطلع عليك الله الله فاتورة الكهرباء يا زلمة. هذول انا اما انا كنت اخلي لك اياها تصير تطلع بال 40-50 ليرة مصاري. قوم يا حمود هذا مش وجه نعمة. خلص 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 توكل على الله توكل على الله توكل على الله على النوال سيدي. وردق لنا طيب
طب ما تفتح لك اشي بارد هيك رعبون، قول لنا وين انت مستودع عشان كمان ما انا اشي بارد فوق الاربعين ليره زمولي لازم تستحوش. امسك امسك امسك. لا خلص خلص توكل على الله، روح اشرب اللي بدك اياه. طب وين العداد؟ جوا المستودع. يلا هسه بنقوم هسه بنقوم، خلينا نشرب بارد يا زلمه. ايوه كل كل والله زمان ما اكلنا زي هيك اكل. ما كنت تقول لي ولكن انا ما صدقت رزقة الدجاج، صار لي اربع سنين كويتي مش شايف زي هيك شيء. نجي نكد عمي هسه. رد رد يا حبيبي بلاش تكون رزقة، بدك تعبي بطنك بس. الو هلا 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 حبيب. اه تمام. وين عرفت الحارة؟ يلا خمس دقايق وبنكون عندك. ما تتمع جهزك 50 ليرة. يلا توكل على الله. تمام رزقة 50 ليرة خلاص تجيبنا هذا حنجيب تمك. وين وين؟ يا اهلين وسهلين، اسرقت وانورت. قلت لك يا بروفيسور الدباين راح يطيروا انت دبل، بس احنا ما عندنا وقت مش فاضيين. ما عندكم وقت قلتوا لي. لا والله بالحرام 50 ليره قلت لي يا نصاب، 600 ليره طلعت الفاتوره. ولا بخافوش الله هدول، ولكم ما بتخافوا الله انتم يا استاذ حمزه. في شيء غلط، في شيء غلط حمزه بيقول لي هذا بدهم ضرب. غلط لك الله يبعث لكم الساحق والماحق والضرب المتلاحق. عضب الكي كل مره بتضحكوا علي لك الفرقه طلعت الفاتوره. يتهنى الماخذ عقلك يا استاذ حموده، ما انت زي هيك بتكون طاج الصينيه مع الطاوله مع السجاد كله لف بحلقك. تد حلقك لفقعك كفه ديبك اربع دغار على الحيط. انت لو بتعرف بيت انا بفكر ليخف عقل اهلك. بشو بتفكر يعني؟ قضيت الشرق الاوسط، انسى شغل مخه للولد ماخذ من عقله حته. يا الله انت ما اكترك. اسمع اليوم اجى علي صب شب هيك ترواكم بالخير، بعز علي طاده تمام؟ قال لي في عندي دولار مضروب مت مدور مضروب، السيري لمبر تبعه معمم عليه بالبنك المركزي، ما بتطرف هون بتطرف بلبنان بمطر تركيا بهاي الاماكن يعني. والله مزبوط، لك انا سمعت هالقصه، لك خليني دق لابن عمي بكندا بلكي بجيب لي 20-25 ألف دولار ولي والله للمليار. بس ما قلت لي قديش عم بيشتريه؟ هو قال لي بالعطر 3000 دولار الطح 30000 بتاخذ. ولك ليكون هذا مزور يا حموده. بقول لك قال لي ما تاخذ اتي غير لما تفحط بت. لك يستر على عبدك دق له شو ناطر؟ ولي بدنا المليار. انا اللي بدق له دقيقه. الو اخوان انتم مالكم؟ هسه بتشوفوا ابو رزق وبتفهم منه السلافه الصح، والزلمه غانم الخير بوجهه، وانتم شفتوا يعني قصره من برا عدم واخر. جل ما شاء الله الخير بوجهه وبوجه هذا ابنه رزق. قلت لي اه رزق الله يخليه حبيبي. الله يخليه الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا يا هلا. تفضل تفضل تفضل. هلا هلا. حضرتوا حضر واجبكم معكم، ما تطلعوا من هان غير نذبح ذبيحتين وتعشى سوا. ما في داعي شيخ، مستعجلين بدنا نمشي مشوارنا طويل. انا قلت هيك. خير يا شيخ، شو مال رجلك؟ ها؟ امس، لا والله هو امس عتلت الصفرة. ها؟ شبت بي وتركض تركض تركض تركض. يوم قربت الوادي رميت روحي عنها وصار اللي صار مثل ما تشوفه. والله انك خيال ابن خيال يا شيخ. هسه خلينا في الحامي وندخل في الموضوع على طول. اي زين. صلوا على النبي وجوه الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي تعهدوني بالله ومحمد رسول الله اللي تشوفوه ما حد يدري بيه، لانه اللي راح تشوفوه ما هو لي، الواحد خويي، وهذه امانه، والامانه مثل ما تعرفوا ما تشيلها جبال. اكيد يا شيخ. يا رزق هذا عم بابي. هذا هذا الغربان ما شاء الله شكله رزق بمدرسه خاصه. تعال عمو هون حبيبي تعال، بلكي شفنا على وجهك الرزق. متان الله يا ردك، تعال هون يا ردك. والله والنعم والله والنعم. يا هلا ومرحبا. مثل ما تشوف يا وجوه الخير. ها هذه الدراهم. ها
تاخذوا منها ورقتين. ايه ورقتين؟ ثلاث ورقات، كل واحد منكم ياخذ ورقة يفحصها ويشوفها. شفتوا بيهن شيء لا تعودوني. تنقون وين موتكم؟ من النص من النص حموطة. يا اخوي والي عندك طلب. تبشر حجي اللي بدك يا ابو خليل وجوه الغانمة ودهم حلوان. من عيني هي قبل هي سيدي، اللي بدك يا بيصير، بس خلينا هلا نتيسر لانه مشوارنا طويل بعد اذنك. اي اي زين، تفضلوا. عن اذنك. الله معك. سلام. بقدر ارافقك مثل ما تشوفوا رجلي ها؟ سلامتك سلامتك يا شيخ. الله معك الله معك. سلام عليكم. سعيد. السلام عليكم. يعني انتوا يا وائل هاي اول 100 دولار راحوا دكاك العيد وعلى مين؟ على تبع كدية، وانت عارف تبعين الكديات بتتلخى غمدة للدولار بتقول له دنا مدورة او لا. والله مزبوط لك، وانا الورقة الثانية مشيتها وين يا حزرة؟ بعبدون احلى سوبر ماركت، هذا عنده هيك شغلة زرقاء ويحط تحت ال 100 دولار بتبين ايه. مزورة ولا لا؟ حتى انت تعرف. اسمع خلص هي وضع هذول الدولارات، انا شفت لك يا استرابست يعني اشي موكل 100% راح ما انت شفت لا حس ولا خبر. والله مزبوط. هلا انتوا اتكلوا على الله، خليني دق لابن عمي خليه يبعث لي 25,000 دولار. لك هدول بيعملوا 75,000 دولار. والله بدنا نغير من حال لحال. لك قوموا يلا. تفتي انت كيف بقولنا لك هلا قوموا واتكلوا على الله قبل ما يمسك فينا. حطيتوا باب الحاره، يلا اتكلوا ابو عتام وام عتام. يلا يا الله تخبرني استاذ. ترمل يا الله ترمل. دولارات دولارات يابا ليش عين عوره؟ برد يابا برد. هاي هيك الدولارات تمام يا شيخ ابو رزق. ما كان في لزوم تعدهن يا ابو خليل. لا يا شيخ احنا ما بنحب غير الطح، والطح هو الطح. يا رجال وانتم تذكر الله. لا اله الا الله. الاستاذ ابراهيم جاء اليوم لجنه توقف على ورقه. هذه الورقه تضمن ان ال 25,000 دولار هذول دفعه من ارض حقها 100,000 دينار. الدنيا فيها حياه وموت. لجل ما حدا يسولف من وين هذه القريشات وشلون جبتن كان ايماني يعني عرفت التت وتعجل الناس. يا سيدي هات لالا لوقع لك على اللي بدك يا ها هون ها ما تشاهد واحد. خذ يا سيدي هون يا زلمه خلصني انت بدك تحفظها تو ماله هذا. تفضل استاذ ابراهيم. الله يعطيك العافية يا أستاذ إبراهيم. يلا بالإذن يا شيخ أبو خليل. مع السلامة. أبو خليل. أبشر يا شيخ. شوف الجماعة ودق علي. شوف. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. يا هلا يا هلا برجال الحشم. يا هلا يا هلا لما تسولف قدام هذول. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشباب. يا هلا يا هلا. شلونكم؟ الله يسلمك يا باشا، إزيك أنت؟ الحمد لله. وشلون الأرض؟ تمام يا باشا. الحمد لله. هلا هلا انا ابو خليل يطناك براس الشارع ورا الكازية. مش فاهم ابو خليل اللي كان قاعد هان يطناك براس الشارع ورا الكازية. يعني شو مش فاهم عليك. يطناك براس الشارع ورا الكازية. شو يطنانا الرجال هناك يستنوك. يلا يلا يا رجال شو العربية. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. يا هلا يا هلا بالحشمي. يا هلا. سلام عليكم يا عم الدالة. سلام عليكم. سلام يا شو اسمك انت رزق. سلام. الله انا ظل رجال حشمين. تريح تريح يا رجال. وشلونكم؟ وشلون مزرعة الدجاج زينة؟ لك شو 5 دقايق وعشر دقايق؟ يصلوا ساعة ما عم بيرد يا زلمة خلصني. يا ابن الحلال طول بالك شوي يا هوائل مشان الله انت كمان هسه الزلمه اكيد راح يرد شوي بس شو اللي 5 دقائق وعشر دقائق وطول باله هو عند خياط قاعد ولا قصرنا ساعتين ثلاثه مرقوعين بالشارع ورا الكازيه ولا حياته لمن ثلاثه. الو ايش يا حمود صراحه ما تدري ايش اللي بدك اياه. حبيبي ابو خليل يا زلمه احنا اخوان واصحاب كنت اسالك شو بالنسبه للمصاري. طب يا ابن الحلال قاعد بقول لك عشان المصاري انا يا فالح ومالح شو عشان المصاري؟ أولاً سلام
شو عوض بسلامتها؟ راحوا المصريات 25,000 ورا هدول. فعلا على قولته زي ما قال لك، وانا متاكد جد العوض بسلامتك يا استاذ وائل، وزيدك من الشعر بيتي حبيبي. سلمتنا هذاك اللي غاد ابو عز ورزق ولا ابصر شو، هذا وقعك على ورقه ب 100,000 حق القطعة الارض هاي. انا بدي اقص رجلي مع ذيني من هون واقلب بثلاث لاب السكك، اذا بتطلع قطعة الارض بتسوى اكثر من 2.25 كمان. راحوا المصاري.